القلب الرقيق محبوب عند الله سبحانه وتعالى. هذا القلب بلغ من الرقة إلى أنه عندما يشوف جنازة ميت لا يعرفه يبكي لذلك. هذه إحدى المستحبات الشرعية. النبي صلى الله عليه وآله كان له حفيد ابن بنته أو ابن متبناته، كان في لحظات الاحتضار هذا الحفيد، وكان على حجر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله اللحظات الأخيرة، وإذا بعيني النبي صلى الله عليه وآله تفيضان بالبكاء. كان هنالك رجل قال: ما هذا يا رسول الله؟ هذه الرواية مذكورة في كتاب جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه. فقال: إنها رحمة يضعها الله في من يشاء من عباده، وإن الراحمين يرحمهم الله. نحن ينبغي علينا أن نحاول أن نخرج من هذه القوقعة، قوقعة الذات، المشاكل الصغيرة التي نعانيها تصبح كل شيء في حياتنا، والمشاكل الكبيرة التي تمر بها الأمة، التي يمر بها المؤمنون، نمر عليها مرور عابر. هذا يحتاج إلى تربية للذات.